ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم هو اسطوري. يلا بينا نلعب لعبة تيمبلي ران تو. بصوا معايا قد ايه فلوس. 52,000. لا بجد اول ما شفتها اتصدمت. اقدر اجيب بيها كل حاجة، اقدر اجيب بيها اي حاجة، العسل والهنا وده. ايوه كده انتهت دي. بصوا للاخر للاخر كده للاخر. بصوا انا الفلوس دي عارفين بقت كام؟ 5,000. ايه ايس كريم؟ في فلوس ايس كريم؟ في فلوس ايس كريم غريب اوي اوي. ازاي يعني فلوس ايس كريم؟ ايه ده؟ ايس كريم احمر، ايس كريم اصفر واحمر وازرق. يا بنت اللذينة بسرعة فوتت علي الصندوق. ليه؟ ايه ده؟ ده مش ازرق. ايه اللون ده؟ ايه ده؟ شكله حلو اوي. ازاي يعني مش ازرق؟ ينفع ازرق عادي يعني، ليه مش ازرق؟ ولا مفيش ايس كريم ازرق مثلا؟ ممكن مفيش ايس كريم ازرق. هقول لكم حاجة مضحكة، مثلا لو كان في تفاحة لونها ازرق. وفي تفاحة ازرق. تفاحة ايه؟ فاكهة زرقاء مش تفاحة زرقاء. التفاحة زرقاء دي. اي ايه ده؟ اللي يعرف هو في فاكهة زرقاء يكتب لي في التعليق. اللي يعرف. مش قصدي تفاحة زرقاء. تفاحة زرقاء. اللي يعرف لو سمحتوا. طب بص، اول ما اوصل لاربع تلاف كده خلاص ده اقصى حاجة فيا هي 6,000. واربع تلاف اخسر نفسي. ده بقيت محترف فيها اكتر من الاول، اكتر من الاول بمليار مليار مرة. ايه ده؟ شكل الاحمر اتغير شوية، ولا علشان يعني الازرق؟ احتمال احتمال. ايه ده كل الفلوس دي؟ ده انا معوش فلوس. ايه كل دول؟ مخسرتش. واو كل ده؟ واو انا لمسه كده واخد فلوس براحتي خالص. ايه؟ محدش يزعجني ولا يقول لي كفايه. مفيش اي حد يقدر يزعجني ويقول لي كفايه. اللعبه يمشي كده ويمشي كده يمشي كده يمشي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اقعد امشي يمين وشمال يمين وشمال يمين. لدرجة يا جماعة لدرجة نقطة ضعفه معرفتش اخد الصندوق.
انا مش هخسر نفسي. بصوا انا اللي اخسر براحتي، قصدي انا اللي اخسر مش هخسر نفسي. هو دور واحد في الفيديو ده كله، دور الواحد تلاقيه ياخد 10 دقايق. بصوا لو انا مثلا يعني وصلت 10,000، بصوا هخسر نفسي مستحيل، مش هقدر استحمل اقعد كل ده ماسك التليفون عمال العب فيها. وعشان برضو ما اطولش عليكم، فين التلج؟ مال التلج ما بيجيش ليه؟ بص انا قربت اوصل ل10,000 و5,000 كمان، بس 5,000 من اكتر اقل ولا من اكتر. دي الصورة غلسة بحاجة، اللي هي بتفوت عليا شوية، ممكن تفوت عليا مغناطيس، ممكن تفوت عليا صندوق، ممكن تفوت عليا سرعة فجأة. بس هي بقى ممكن تفوتت عليا سرعة تانية، هيجي سرعتين ويتعاملوا مع بعض ويتحاولوا. بس هي بقى مرضتش، بجيب السرعة بس يعني علشان اخد فلوس بسرعة كده واخلص بسرعة، وكمان علشان احس ان انا كده مخسرش وكده تساعدني شوية، تساعدني شوية حتى. ايه ده انا وصلت ل5,000. يعني انا مش ببص على الفلوس، وفي الاخر لما ببص عليها اتصدم. لو عدت 10 كده ما خدتش بالي، بس لو عدت 10 ايه دي يا جماعه؟ ثلاثة مليون يا جماعة، لا ده خيال اللي انا بشوفه، ده خيال مستحيل. بصوا يا صحاب، ان هقف لحد هنا عشان بس حظي. يلا كويسين برضو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا بقى سلام على، بصوا يعني ده وصلت ل3 مليون. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب. سلام.